مرحبا بكم، بهذا الدرس راح نتعلم بيئة ستيب 7 مايكروين، البرنامج اللي من خلاله تبرمج سي بي يو S7200. هذا البرنامج هو اصدار فيرجن 4.0.5، زين وبسيط جدا عكس اللي اخذنا الستيب 7 ذاك في 5.5 اللي برمجنا بي 7300. هنا عندك البروجرام بلوك اللي طبعا هنا بيدك السيمبل تقدر تستخدمهن، وهنا عندك اللادر اوكي، وهنا عندك السبروتين او اللي كنا نسميه فانكشن بال S7300 زين، وهنا عندك السيمبل تيبل تقدر تضيف هنا الرموز زين. بعد شنو عندنا هنا السي بي يو، شوف هو يعني افتراضيا كاتب لك سي بي يو 221، اذا عندك سي بي يو حقيقه تريد تربط عليه تضغط دبل كليك على السي بي يو، وهنا يقول لك سي بي يو تايب، تختار السي بي يو مالتك اللي جاي تستخدمه مثلا 214 مثل اللي احنا جاي نستخدمه، والفيرجن مالته ايضا كل سي بي يو له فيرجن، تختار الفيرجن وتعطي اوكي. اني ما عندي سي بي يو، اذا عندك سي بي يو تروح على الكوميونيكيشن، شوف هنا مامكو كوميونيكيشن، تروح على الكوميونيكيشن وبس تكون رابط الوصلة مالتك، وهنا سوي دبل كليك راح يطلع لك هنا سي بي يو مالتك وتعطي اوكي زين. بعدها كل ما تكتب برنامج منها سوي له داونلود، ومن هذه الايقونة اللي اسمها بروجرام ستاتوس تشوف شنو جاي يتغير بال، يعني مثل مونيتورينج اللي اخذناه بال S7300 هنا يسموه بروجرام ستاتوس اوكي. فخلنا نجي نكتب برنامج بسيط ونشوف كيف نسويه بالمحاكاة. راح اخذ البت لوجيك، هنا نفس الاسماء بت لوجيك، هذا البت لوجيك اللي هنا، و اخذ بعد اوتبوت اللي هنا زين، هذا اسميه فرضا اي بوينت او، وهنا انا كيو 0.0 زين. هسه هذا مجرد انبوت واوتبوت، مجرد انبوت واوتبوت زين. هذا البرنامج كيف اشغله بالمحاكي، اذا تستخدم محاكي، واذا ما تريد ممكن تتابع الدروس وتتعلم يعني بدون ما تنصب البرنامج وكذا. فعلى الاكسبورت هنا تحفظه باسم معين كأن يكون هذا الاسم نفسه تستخدمه، يس اوكي. هسه تروح للمحاكي بروجرام لود بروجرام او اكسبت زين تيست 1 اوبن فتح لك البرنامج اللي يسوونه، شوف نفس الدائرة مالتنا زين. هنا عندك المداخل هذا باللون الأخضر واضح، وهنا عندي السي بي يو مالتي، هذه الانبوت مالته حد 1.5 والاوتبوت حد 1.1، هذا كاتب هنا كيو، هاي السطرين الأخيرات، وهذا اني الانديكيترات للانبوت، وهذا التشغيل مالتي زين. هخلي بوضع الران CPU run mode yes صار run. شوف لما ما اشغل الصفر انا ايش قلت له، قلت له بالصفر طلع لي كيو صفر، بالاي صفر طلع لي كيو صفر، لما ما اشغل الصفر شوف طلع لي الكيو صفر، لما ما اطفيها تطفى. اذا تريد تسوي monitoring او state program دوس على state program وشغل، شوف هنا طلع لك الستيت مال البرنامج، هذا اللي تخليه هنا طفي، طفى عندك هنا اشتغل عندك طفى عندك، هذا ستيت حتى تشوف البرنامج مالتك شنو المشكلة بيه او جاي يشتغل طبيعي او لا. فهسه بشكل عام عرفنا الواجهتين اللي راح نستخدمهم، واجهة المحاكي وواجهة البرنامج مالتي. ان شاء الله بالدروس القادمة راح ناخذ امثلة افضل من هذا المثال، فابقوا ويانا وشكرا للمتابعة.